الإعداد عندي في نهارك سعيد الحقيقة متميز جدا وبيجيب لي معلومات كتيرة جدا بشكل كبير، لكن المرة دي في الفقرة اللي أنا فيها دلوقتي دي كم المعلومات الخاصة بالنسب الطلاق والزواج بشكل عام كده ملخصها بيقول إن إحنا في سنة 2010 نسبة الزواج زادت ولكن في نفس الوقت نسبة الطلاق أزيد، يعني معناها إحنا في الاتجاه ناحية خراب البيوت ملخصه كده خراب البيوت بالمستعجل، يعني كم كبير جدا من للأسف الشديد من المطلقات في المجتمع المصري والمطلقين من الرجال بيبقى يعني بشكل غير طبيعي. وفي نفس الوقت ملحوظة مهمة جدا شافوها الخبراء اللي بيتابعوا هذا الموضوع، ان في نسبة الخلع عمالة تزيد سنة بعد سنة بعد سنة. حوالين هذا الموضوع يقال انه الحالة الاقتصادية هي السبب، يقال الحالة النفسية هي السبب، يقال انه القانون نفسه هو السبب. ايا كانت الاسباب فالنتيجة واحدة، ان نسبة الطلاق بتزيد. أستاذ سامي عبد الواحد المحامي، نهارك سعيد يا فندم. نهارك سعيد يا أستاذ أشرف. والدكتورة فاطمة الشناوي خبيرة العلاقات الزوجية والأسرية والطب النفسي، صباح الخير يا فندم. صباح الفل. أبتدي مين فيكو؟ مين اللي بيطلق التاني؟ الستات طبعاً مين الأول. مين اللي بيطلق التاني؟ احنا سنة 2011 أولاً أنت قدمت هو الأول، ما ينفعش لازم تبتدي من الأول. عندك حق 100% وبعتذر إن أنا المفروض حضرتك الأول. صح تمام. ولكن ما احنا برضو يعني الرجالة لازم نبقى ايه، نبقى يعني قريبين لبعض شوية. ما فيش فايدة يعني، ما هو العالم كله ذكور يا دكتورة. نعم. ليه نسبة الطلاق عمالة تزيد سنة عن سنة وليه نسبة الخلع في المحاكم بتزيد سنة عن سنة؟ نسبة الطلاق بتزيد لأسباب كتيرة جدا جدا. لو قسمنا المجتمع لطبقات، كل مجتمعات الدنيا في طبقة عليا وطبقة متوسطة وطبقة الدنيا. العليا طبعا اللي هم الناس المقتدرين جدا جدا، الجواز والطلاق عندهم سهل لانه مش الجواز مكلف، في بيت وفي شقه ودلوقتي لازم يشتروا الشقه، ما يرضوش بايجار وحاجات كده يعني، ولو ان يعني احيانا بيحصل بعض التساهل يعني. فدول مقتدرين، الجوازه بتكلف ملايين والفرح وبتاع، وبعد شويه شهر شهرين زي يقول انهم عاده بيبقوا صغيرين في السن، الاغنياء قوي بيتجوزوا صغيرين في الاغلب يعني معظم الحالات، وبعدين شهر شهرين اتخانقوا عند اول خناقه، الواد طلع مدمن، البت مش عارف لسه مع اصحابها، طلق شهرين ثلاثه حاجه كده، يوم ما كتروا سنه. الطبقه المتوسطه الحقيقه ابتدت تنقرض، لكن هي بتحاول يعني، الطبقه المتوسطه العليا بتحاول تطلع للطبقه العليا وتكلف نفسها جامد في الطلاق وبالديون، خدت بقى لحضرتك، فطبعا الجواز بيبقى مشكله، تقسيط كتير، فلوس كتير عايزة تستقطع عشان دفع أقساط البيت، أحيانا بيسكنوا مع الأهل ودي أحد المشاكل، كل ده فمشاكل المادية بتضغط على البني آدم. نعم. وبعدين ممكن الراجل بيشتغل شغلتين وساعات والست برضو بتشتغل، كل واحد تعبان ومتضايق بيجي عاوز يستريح، طب هيستريح فين؟ هما الاثنين تعبانين يعني. نعم. قولوا في برامج المرأة استقبليه بابتسامة، مش عارف خليكي جميلة، طب ازاي؟ هي بتشتغل وراها يعني، اذا كان بقى البيت ومشاكله حاجات كتيره جدا. نعم. فممكن برضو الطلاق يبقى اسهل. الطبقه المتوسطه الدنيا او الجزء الثاني من الطبقه المتوسطه ابتدى ينزل وينقرض نتيجه الظروف الاقتصاديه اللي مرت بها مصر في السنين الاخيره في الحكم السابق. نعم. بيبتدوا ينزلوا، ابتدت المساله هي بايظه بايظه يعني، ما فيش فلوس، جواز صعب، كل حاجة، فبيتجوزوا ويفاجئوا بمشاكل كتير. نعم. إن الفلوس دول اللي بيسموهم يوم بيوم يعني مش دول برضو سهل عندهم الطلاق والجواز، جواز سهل والطلاق سهل. هو طب مين اللي مش سهل عنده الطلاق ده؟
عادة الطبقة المتوسطة هي رمانة الميزان، وهي اللي بتحافظ على القيم وبتحافظ على ان البيت يفضل ويستمر. وده تقريبا بقى لنا 30 سنة عاملين نكسر فيها الطبقة طبعا لا، البركة في الحكم السابق لانها بتنقرض، لان دول الموظفين. نعم. يعني دول عدد كبير جدا جدا من الناس. تمام. اما مسألة الخلع بقى، لا خلينا بقى خلاص، المحامي بقى القانون هو اللي يبتدي يتكلم معانا ونشوف اخبار القواضي ايه. خلاص. القواضي بتاعت الخلع بتزيد حضرتك؟ طبعا بتزيد، مفيش كلام يعني. نوعا ما، وباكد على كلام حضرتك في النسب، ان احنا طبعا قضايا الطلاق بصفه عامه يعني وصلنا ل 8,200,000. 8 مليون ايه؟ 8,200,000 حاله طلاق في مصر. ده في السنه، للاسف الشديد. حاله طلاق ولا في السنه؟ وليست حاله لا، الخلع. الخلع بتخش النسبه او بتوصل لحوالي 66% من نسب الطلاق بعد ما صدر قانون الخلع. فاحنا عندنا من سنه 2000 للنهارده تقريبا تلت الشعب المصري عنده مشاكل اجتماعيه واحوال شخصيه. حضرتك النسبه اللي بتقولها لي على الهوا دي، حضرتك متاكد منها او من الجهه اللي اظهرتها؟ المركز القومي للبحوث الاجتماعيه، جهاز المركزي للتعبئه والاحصاء. نعم. جهات طبعا يعني معترف بيها، وهي جهات رسميه في الدوله. هل نقدر بتقول بالنسبه اللي انت قلتها دي ان 8 مليون حاله طلاق منها 66% حاله خلع في الفتره الاخيره؟ الفترة الأخيرة اللي هي إيه مثلا؟ 2010-2011؟ من أول 2008 ل 2010. ليه بقى؟ لأن النسبة كانت في الأول، لو قلنا في سنة 2008 كان حوالي 45% بسبب الخلع أو الطلاق للخلع. نعم. تمام؟ في سنة 2009 و 2010 وصلت ل 66، ولو ما كانتش قامت ثورة في مصر كان الموضوع زاد اكتر. يمكن الثوره هدت الامور شويه، واحنا بنطالب البيوت يبقى فيها ثوره كمان، اشتغلوا في حاجات تانية غير ان انا اقعد انقر ونقير. بدات نسبه الطلاق تقل فعلا بعد الثوره. يمكن أمل. في وعي يعني. لا، في امل، وعي بسيط. في امل في بكره. نعم. يعني بعد الثوره الناس عندها امل. انا نفسي بقى عندي امل اكتر في ان الامور هتتصلح والدنيا هتبقى احسن، وابتديت اهتم اكتر بالسياسه وبالكلام ده. وده حتى كتير جدا جدا يعني. انا اعرف واحده مره قالت لي، يا دكتوره صيدلانيه، قالت لي انا شاريه دماغي وما بقراش الجورنال قبل الثوره. نعم. فقلت لها انت بايعه دماغك. ايوه. بعد الثوره بقت مصدر معلومات في السياسه. ايوه. فده انجاز في المجتمع المصري جميل. طيب. انا هرجع لسياده المحامي، بس هستاذنكم معايا ريهام على التليفون. صباح الخير يا فندم. الو. الو، صباح الخير يا فندم. استاذه ريهام. ايوه. حضرتك متابعه الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه؟ حضرتك عايزه تقولي ايه؟ اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام، سامعينك، اتفضلي. اتفضلي. هو ازيكم جميعا؟ كويسين الحمد لله. استاذه ريهام، ممكن بعد اذنك ريهام بعد اذنك، معلش، ممكن توطي التلفزيون عندك بعد اذنك؟ انا طفيته خالص. طب اتفضلي. كان الاستاذ المذيع قال ان قضيه الخلع قد تكون نفسيه، فهو انا فعلا تعرضت لاذى نفسي كثير بالرغم من دعايه اسلاميه. اضطريت للخلع بعد مرور 3 سنوات من الاستخاره والتعب النفسي علشان خاطر ما اخدش قرار بعد كده اندم عليه. نعم. يعني ولكن فعلا ان هو كان سبب الخلع ان هو تعدد الزوجات، بالرغم ان ربنا شرعه وانا اعترف بيه، بس استخدام الأزواج لهذا الحق استخدام خاطئ قد يؤدي إلى ألم نفسي شديد، بالتالي يؤدي إلى ألم جسماني للمرأة، لأن الرجل بيعترف بحقه فقط ولا يعترف بحقها بعد أن يتزوج. ممكن أستأذن سيادتك يا ريهام، أنت اتضريتي من إيه بالظبط لما اتجوز جوزك كذا جوازة؟ لا، هو ما اتجوزش كذا جوازة، هو كان في سبب للزواج، وأنا كنت يعني ده احدد ان هو لازم يتجوز يتزوج علشان ما اسالش عنه، لان هو ما كانش فيه انجاب على مدار 15 سنه. تمام. وبعدين بعد الزواج هو تحول نهائيا عن حقوق النفسيه بالاخص. واصبح الحق الاول لزوجته وابنه، ولابد لي ان اضحي من اجل ابنه. عظيم. دائما كان المطلوب مني التضحيه. فعلى مدار 3 سنوات تاثرت نفسيا جدا وجسمانيا، حتى يعني اصبحت مدمره. فالاحساس الكياني اضطريت للخلع ده مع الم شديد ان بعد العشره دي اني اتعرض لمثل هذا بقى، او اجعل بيني وبينه هذا، ولكنه هو ايه؟
هو طيب. احتفظ بحقه بامتلاكي فقط ولم يشعر بنفسيتي او وجدانيتي. واضح يا ريهام، واضح. ريهام انت اوريدي يعني الحكم جالك بالطلاق اوريدي؟ لا لسه، لم اخذه ان شاء الله من المحكمه. ما اقدرش اقول لك غير ربنا يهدهولك وربنا يهدي النفوس وما توصليش انك انت تطلع. عندك كم سنه يا ريهام؟ انا ماشي 39، بس انا هقول لحضرتك بمجرد اخذي لقرار الخلع باذن الله الحمد لله حاسه بكياني جدا وحاسه بانسانيتي وحاسه باني بقيت بشر واضح حق واني بقيت شغلي ناجحه جدا والحمد لله قد اكون نسيته تماما من حياتي. واضح يا ريهام، شكرا جزيلا لاتصالك يا فندم. شكرا يا ريهام. حياتي الماديه اللي انا ضحيت بيها وبدايه حياتي معاه وان هو راجل ثري حاليا وما طلعتش باي شيء، بس كفايه ان طلعت بانسانيتي. عظيم ريهام، وصل وربنا يعني يهدي النفوس يا ريهام. شكرا جزيلا لاتصالك. استاذ العزيز بعد اذنك، هي بتقول انا في الحاله بتاعتها دي في فعلا حق ليها ان هي شايفه انه اطلب الخلع لانه كذا وكذا واسباب كتيره عديتها دلوقتي. هل بيجي لك ناس انت شايف ان هم الخلع ده ملوش لازمه؟ والله هو الخلع، انا عايز اقول ان في خلل تشريعي في خلال الفتره اللي فاتت دي ومنها برضو الخلع، لان هو اصلا موجود كده كده في القانون السابق 100 لسنه 85. والتشريعات بصفه عامه بتاعت الاحوال الشخصيه قالت ان الزوجه لو هي مكرهه على انها تعيش مع جوزها من حقها ان هي تطلب الطلاق لاستحكام الخلاف ما بينهم. هي قد تطول المدة، لكن في العمل من الناحية العملية المحاكم ما بتاخدش بموضوع ان هي تصلح ما بينهم في فترة معينة. وده اللي اضطر التشريعات ان هي تفصل قانون واللي هو قانون الخلع. وفي مساوئ كتير جدا ليه، وطبعا قتلت بحثا في الايام اللي فاتت وقبل ما يصدر القانون وبعد ما صدر. لو سمحت، فبالتالي الطلاق قانون الخلع ده اتفعل، لكن هو في الاسلام وسيدنا محمد قال للست ردي عليه حديقات. موضوع حلال او حرام دي خلاص احنا مش هنتكلم فيها، لان دي مش مجالها. لا، هو تفعيل، انت ما هوش حاجه جديده، ده اتفعل بس في الفتره السابقه. وماله، هو برضو في ناس دي عمليه نسبيه يا استاذ اشرف، ونقدر نقول ان هي برضو بتختلف من زوجه لزوجه. ما بنتكلمش على حلال ولا حرام، انا بنتكلم دلوقتي ان هو عندنا القانون اساسا بيقول انه خاطئ وانه مش كويس. ما قلتش خاطئ، انا بقول التشريعات بصفه عامه في الفتره الاخيره هي دي السبب في سوء الاسره المصريه او سوء الحاله الاجتماعيه للاسره. بس يكمل كلامه عشان نفهم منه اكتر. بمعنى ايه حضرتك؟ بمعنى حضرتك دلوقتي في قوانين اتحطت من الناحيه العمليه ما بتطبقش. يعني لو تطرقنا لحاجة على سبيل المثال، لو قلنا الخلع وعشان نكملها الجزئية دي ليه مساوئ كتير، أهمها إنه هو بيبقى على درجة واحدة من درجات التقاضي، يعني ملوش لا استئناف ولا طعن ولا أي حاجة، والقاضي مرغم إنه هو يطلق الزوجة مهما عمل. وفي حاجات تسبق التطليق ده ما بيعملهاش القاضي، إنه هو المفروض يعمل صلح بين الزوج والزوجة، ولو في أولاد يعرض الصلح مرتين على الأقل. الكلام دوت من ناحية العملية صعب. لأن أصبح دلوقتي قضايا الطلاق متراكمة، وفي دوائر دلوقتي بيوصل فيها عدد القضايا 200 قضيه في اليوم. كل سنه محكمه الاستئناف اللي بقى لها 128 سنه عمرها ما زاد لها دوائر الا في الايام الاخيره. اتعمل 15 دايره احوال شخصيه عشان الاستئناف على مستوى القاهره فقط. القاهره، واخد بال حضرتك الرقم؟ بسبب الخلع يعني قصدك؟ بسبب الطلاق والخلع والنفقه وقانون الاسره بصفه عامه. أنا عايز أتطرق لجزئية تانية مهمة جدا، ويعني إحنا نتمنى إن هي تتغير في الأيام اللي جاية أو ينظر لها بمنظور الاهتمام. تمام. اللي هي موضوع الرؤية والاستضافة وطبعا النفسية بتاعة الولد. ما أنا هقول دي بس يا أستاذ أنا هرجع لك تاني وأتكلم مع حضرتك تاني في الجزئية اللي حضرتك عايز تقولها، وهنقول اللي أنتوا عايزينه.